السلام عليكم، شكرا لهذه المجلة ديال صوت العدالة اللي تفكرت المحل ديال السوبر مارشي ديال مراكش، وجات عندنا هنا العين مزوار المحل ديال المندارين. والحمد لله حنا باش شوف الاجراءات اللي درنا بالنسبه للناس اللي خدامين معنا وبالنسبه للكليان اللي كيدخل عندنا الطريقه باش كنبيعوا، وبالنسبه لواحد دايرين واحد المسافه ديال الامان بين المواطنين اللي كيجيو كيتقداو، وبالنسبه للناس اللي خدامين معنا حتى هما كل واحد الكمامه ديالو، كل واحد المعقيم ديالو، كل واحد بالليكات ديالو. بالنسبه لهذه البادره ديال الوراق اللي علقنا في ليطاجير ديال المواد الغذائيه جات في المدخل وفي الطاجيرات ديال المحل داخل، حنا درناهم من عندنا حنايا حيت تنشوفوا التلفازه شنو كيديروا الناس وحنا درنا هذه البادره هذه باش الانسان ياخذ هذاك الشيء اللي بغى يتقدى، ما بقاش يقيس هذه وقيس هذه وقيس هذه، ياخذ هذاك الشيء اللي بغى يشوف بعيني وياخذ بيديه، ماشي يقيس هذه وقيس هذه. وحنا درنا هذا الشيء للتفادي لهذه الجائحه ان شاء الله، وتنشكروا هذه المجله بزاف بزاف، وحنا جنود مجند دون وراء صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. هاد الاجراءات اللي خدات اللي خدا هاد السوبر مارشي مندارين بصفتنا بحال كزبناء عجبنا بزاف، دايرين لافتات باش الواحد ما يقيش الحاجه جوج مرات ويعاود يرجع زعما باش ياخذها المره الثانيه. الاثمنه مزيانه، مصافة الامان كاينه، وهذا الشيء زعما عجبنا حنا مزيان. دابا شنو هي الرساله ديالك؟ غادي نقول لهم يحترموا مسافه الامان بيناتهم، يعقموا يديهم، وان شاء الله يكون خير، والله يشافي جميع المرضى ويرحم الموتى ديالنا المساكين الله يرحمهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.